سجالي لباتن كي بشي عينو صادفني وحا مركا لكا دعاي لبا قرح واسدبا جوغا اسكوسكو صوبي قرح يذن عيار دمان كيستي قصارة اسو جري مدهم تيدي دي نف ومركي لبات او كدعو قرح اسكوسكو صوبي وحا هاتن لقد ريما يا بابتي اي كدع دي مصيبة دا قرن دي بوصوكا بشو آدو بلارن دسمي عاشا او آد لوق رحينايو وكون قار كمدا ملكي لياشي قناسي اي نوغو وربحينايا سامنت وجيستي مصيبة ذي كده عضي سكوس كان أحمد علي فارح أحمد شينو أكمد أهم الكؤوس الرئي بنادر مول سامنت بلارن كل رفتي قريح يدوان كده عاي سكوس كان صوبة ولا سدير سامنت أنت لا جاي كي ما دقر حسيتي أنت دبعت لا إكسس الله جس أكبر نعيا هدرتان ما دام دبعت فرب بدن لوجيستي جمع ستة بسم الله الرحمن الرحيم أرتا وعاد ما أرتو نوما سنتين ما دام تي في إس إم إس أنا وقال الله ما قاعد يروح لهذا أهم على فرع أهم شينو وحن معناها رنتي أن سيبل عند عدي رنتي أرتو حق لو حكيم دواي وحورنا واي رنتي إن دباتنا وعرتين أو مانتا ودنا ك مركز الجوا ولا جوار هيا أنا قاعد رنتي مامولهان إيو دنا مامولك برادر مول runtii qasaare ayaa hordan soo gaaray oo ah macnaha qasaare macnaha in naf iyo malba in saasatay alxamdulillah rabbil alamin hadu waxa mooda qasaaradii wixii soo gaaray insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan hadu wax bilaawnay dhismihii hoosha ku jirna waxaan rajaynaynaa insha Allah taala sidii haajirtii si fiican inaan ka dhigno hadana howlihii iyo aanu socdo marka waxaan leeyahay ilaah subhanahu wa ta'ala aan qabarnayna de inuu dalkeena nabad nooga dhigo waxaan dhibaatooyin haystaan ilaah naga dul qaado مدة كلنا وحوات ده هوشين هوش أنا قبل قلنا بهوشين وودنا شقدر ونص عطا إن شاء الله تعالى ده وحوى إن ده عنو فدي منه وحوى مارتين هوشين أنا جو حين هوشين غبصنا إيه هذا نسميه هوله هنا يخرجنا سي وعن أو رسنا أي هوشين وص عطا إن شاء الله تعالى هرجين الناس دول غصبا بدل إن هوش أسو قبل قبينه هدول هرا لك نقط سأو ترون تعالى ده وحنا هاي المملكة وحنا هاي مملكة بلاد المول المملكة مركانيك ملكي نواجران لكن وحنا هاي مملكي sida aw gudrunti dadabcan waxaan macnaa aan door binday anagoo macnaa qorbi ka nimaan inaan dalkii maartay dib ugu soo laabano inaan dalkii macnaa maartay bilicsamadi iyo maartay sidaan ugu qayb qaadan lahayn in insha Allah taala waxaan hadda waxaan ku fikireyna markasaba inuu dalkeena hormaro oo macnaa la mid noqdo dalalka adduunka runtii waxa mudada Soomaaliya xilliga hore ee maanta ismid ma aha maanta Soomaaliya waa macnaa waxa ka dareemaysa marka meelaha qaar ku tagtid waxa leedahay Soomaaliya أما قشدي هوري ما بقى أو أما دسمها كصعودة أما غروح ذا إلها ده هاي رنتي وح 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 كسم حن ليه هاي ومدة سمع الملك سيجكتو معناها الوصول ده هنا دو دلكينا هنا حق قبستين نقول بدل كي سيا أرتو أباهن مدة كلا وح يباهن ده عيو أو وح حاجة إلها كقرن هي ده عيو وح هو مصيبة وهاي ده قف كسر إلها أورنا وقت بقول ليه هاي وقف معناها سعد لا قلت لك لما دافع يو مارك إشارة على وح لب هاي هنا عبسين لسك دافو وحن وارد ما دونتا wada kana noo gaagi doona insha Allah taala waxaan rajayn doonaa muqdisho oo macnaha caasimadda adduunka kuwa ugu ruuxda badan ay ka mid noqoto ama number 1 ay noqoto insha Allah assalamu alaykum horto waxa way walaa qarax sameen badan oo nagu yeeshay fan qasaara badan ma hada meesha ka shaqeynaa way soo gaartay ilaa hadda sawjid burburkeed waa ka muuqata waxa way qaraxna waxna anaga waxna qofno qabanaya malam fan bulshadu waa kana waa dhibaato mar walba dhibaatadan ay ku dhax jirtaa اوكي ما دام قادر حمرك ودعي اديك حاضر حرنت هذا كان احسن ادكو سكنت سامين انت اللي ايو كو جيستي والله سامين فربدان لكن نفسي سامين ما جيسين مفان لكن مال كانو بربري ضد بدنو بربرين اما سامين فربدان غارسيسي اندي وي قبتانو رنتي قفتي غوبت قرح او كدعي كو سكنا ان وحيابا كلا دون ايو اركا يمحا كو كنا حدنت البدنات مركز اركتاي واحد بدنا ايو نحت مقف نداغ مركو قو اكو اركيس خف فورتا غيريونا اي ام قف داو عادن واع اخو بكرين حنون كذا اللي اذا قف مركز انديس كو اركيا دريم كرمو حنون مجرى واحد دولة درنك اذا كسعد عاوين ايضا كسميين ما داما دسمياشي هاد دب لاصا ورحنا اي الا دمانا نارك لكو رجينينا نينو مالا مامولاها ان غرغر هوتيل ان ريستورانتي منور سامين انت لا جاي ذنك سو كارتي بربركي كدعاي سكس كم سامين والله شو مبسوط هاي قرع ساوجد بربر اد وين نو مارتي لغرسي ان هاد ساوجد اسمه كنت نو مارتي دباتي لوغو سايا هاد ديب او سو كباينا اسمي هاد سودو
qayb ka mid ah dadba gaba gaba noo maray qayb kale la doow way ka dambayn hadu Ilaahay raado laakiin dhammaan aad weyn oo garsiye aad iyo aad in had waxa ii muuqanayso in meeshi dib u habeyn lagu sameynayo in saameyn balaaran ay ka soo gaartay ganacsatada ee qaasatan dhismayaasha iyo liban ganacsatada ku dhaqan isgooskaan soo habeey markuu qarax dhacay saw aragtaa marka soo kabashada soo kabanaysan ma wax dawladda waxay xiriir idin la soo sameeyo idin ka caawinaya jiro mise shakhsiyan walaal walaal soo kabashada kale iyo waqti dheer ay qaadanaysaa dawladdan hadda gudiyo way jiraan arintaas waxa la sartay wayna noo yimaadeen wax adiga kale way dhiraadeen maratay wixii warbalaamada gaar soo gudbi way yiraadeen waan ugu bilaa ka wari hadda wax xagooda naga soo gaar ma jiraan laakiin waa rajaynayna insha Allah ma hadda kale wixii hadda kore waxaa lagu jiray dhaawacyadii iyo wixii lagu jiray maalmaha ka dambeeya waa laga yaabaa inay ganacsatada iyo damage gaaray wixii markaa ay la qaybsan karaan ay la qaybsan laakiin hadirtaan wixii hadda kore hoolaas kuma shaqsanayn laakiin waa ka rajaynayna inay gacan kaga shidoon hadduu Ilaahay insha Allah saaraha iyo dibu soo kabashada ka waran farqigu dhexeeya walaal walaal anaga hadda gorgor ahaan mudada laga joogo lix bilood kor ayaan maalgelin xoogan aan ku sameynay materialka yaalla iyo kulli wax mar dhawaan maarata aan qalabeynay annagoo markaa aan qalabeyn xitaa qaybo ka mid ay socoto ayaa dhibkaana gaaray haddeerna waxay noqotay inaan wixii aan dib u soo bilowno adiga hadda hawsha qarashka naga lahayd runtii waa qarash aad u xoogan waaye kulli marka insha Allah wax rajaynayna waa ka soo kabanna sidii uu macquulsan halkani oo ah goobtii uu maalmo ka hor ka dhacay qarxii oo ah isgooska soobe halkii horaantii sanadkii 2017kii 14kii bishii agoosto oo ka dhacay qarxii ugu weynaa ee isgooskani soobe halkani waa halkii uu ka dhacay qarxa wuxuu uma geystay saameyn isugu jirta mid hantiyadeed oo aad u baahsan iyo weliba naf dad badan ayaa ku waxyeeloobay qarxidan isdaba jooga ah ee maalmo ka hor ka dhacay kaafi cumar ugaas SMS TV Muqdisho shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.